21 من إبريل من عام 1109 توفي في نزوة الفقيه القاضي أبو بكر أحمد بن عمر ابن أبي جابر المنحي، كان أحد الذين شهدوا توبة الإمام راشد بن علي الخروصي، وخرج مع من يريدون عزله، عاصر عددا من العلماء وترك رسالة تضم مسائل متعلقة بالإمام ونطاق سلطته الشرعية، وله عدة أجوبة. الحادي والعشرون من إبريل من عام 1899 أرسل رئيس الحكومة البريطانية سالزبوري رسالة إلى اللورد كارازون، عبر فيها عن احتجاجه على التصرفات المتشددة التي تتخذها حكومة الهند ضد السياسة الفرنسية في الخليج. وقد رد كارازون برسالة يؤكد فيها حقده على الشعب الهندي وشعوب الخليج. وكارازون هو الذي أصدر أوامره إلى الأدميرال دوغلاس قائد الأسطول البريطاني في الهند أن يتوجه إلى مسقط في 14 من فبراير من عام 1899 على رأس أسطول مكون من 8 قطع، للقيام بمناورات على ساحل مسقط بهدف ترهيب السلطان فيصل بن تركي لإجبار السلطان على إلغاء الامتياز الذي منحه لفرنسا بخصوص مستودع الفحم في بندر الجصة. الحادي والعشرون من إبريل من عام 1940 ضمن أدب الرحلات في عمان، بدأ الشيخ محمد بن عيسى بن صالح الحارثي رحلته الأولى إلى البحرين، حيث كتب ووصف قرى المنطقة منذ خروجه من شرقية عمان. الحادي والعشرون من إبريل من عام 1979 أصدر جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مرسوماً سلطانياً بإنشاء مجلس الزراعة والأسماك والصناعة، وكان الغرض منه الإسراع بعجلة التنمية في هذه المجالات. الحادي والعشرون من إبريل من عام 2009 حصلت السلطنة على 4 جوائز من بين جوائز مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية، حيث حصلت جريدة عمان على جائزة أفضل الأعمال البيئية على مستوى دول المجلس، وحصلت سمو السيدة تانيا بنت شبيب بن تيمور على جائزة أفضل شخصية بيئية، وحازت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على جائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية، وحصلت بلدية مسقط على جائزة التوعية البيئية.